تعالوا نروح لإنجلترا وتحدث أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال عن إصابة محمد النني لاعب الفريق ولاعب منتخب مصر بعد الإصابة اللي تعرض ليها مؤخرا، وقال إن أرسنال هيفقد خدمات النني ليه شهور وهيغيب توماس بارتي لعيب لعدة أسابيع، لكن لحد دلوقتي لم يوضح أو لم يوضح أو نادي أرسنال طبيعة إصابة النني، واللي بتحيط حالة من الغموض حول طبيعة الإصابة واللي تعرض ليها في مواجهة فولهام في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي. طبعا أرسنال هيواجه مانشستر يونايتد في قمة مباريات الجولة السادسة بالدوري الإنجليزي بعد بكرة الحد الساعة 5:30 مساء، ولكن في النهاية طبعا بنتمنى إن النني يرجع تاني للملاعب مرة أخرى ونعرف إيه هي إصابته ونشوف هي إيه الإصابة، وأول بأول هنفضل يعني نقول لكم يعني أول ما نعرف الإصابة هتكون إيه طبعا متابعين الموضوع وهنقول لكم على طول. تعالوا نروح لتونس وإعلان الاتحاد التونسي لكرة القدم مواجهة منتخب البرازيل وديا استعدادا لكأس العالم 2022. وأكد الاتحاد التونسي إن المباراة بين تونس والبرازيل ستقام في ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 27 من شهر سبتمبر الجاري. طبعا المنتخب التونسي والبرازيلي بيستعدوا للمونديال وبيلعب منتخب تونس في المجموعة الرابعة ومعاه منتخبات فرنسا واستراليا والدنمارك، وبينما يتواجد منتخب البرازيل في المجموعة السابعة بجوار كل من صربيا وسويسرا والكاميرون. طبعا منتخب تونس قابل البرازيل قبل كده مرة واحدة فقط وكانت في مباراة ودية عام 1973، وقتها خسر منتخب تونس المباراة بنتيجة 4-1. تعالوا نروح لنادي تشيلسي واللي أعلن ضم المهاجم الجابوني أوباميانج لمدة موسمين مع وجود بند بزيادة العقد لمدة للموسم الثالث، واللي هيرتدي القميص رقم 9 مع فريق البلوز. وقال توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي انه سعيد جدا بضم مهاجم برشلونه في سوق الانتقالات الصيفيه، وقال توخيل ان الكل هيشوف قدرات المهاجم الجابوني اللي عنده مميزات كتيره جدا بالاضافه لشراسته التهديفيه. وقال كمان المدرب ان مهاجم البلوز الجديد شخص بيحب التحدي اذا اراد ان يتغلب على لعنه رقم 9 في تشيلسي هيقدر يعمل كده، وده امر هو متعود عليه من وقت ما كان بيدربه في دورتموند الالماني. واعلن مدرب تشيلسي كمان ان اوباميانج مش هيتدرب دلوقتي لانه هيرتدي قناع بسبب اصابه في الفك، وبعد كده هيبدا يتدرب بالقناع.